لا تكون مضاد سياسي. مضاد سياسي انتيبيوتكس، بمعنى ان الانسان اللي يحب الصحه يعني ياكل اكل متوازن، الفاكهه الخضره باختصار، لكن الاي الانتيبيوتكس المضاد الحيوي تاخذه اذا فيك جراثيم لا سمح الله طبعا لاي انسان. طبعا هناك بعض يعني جهات ياخذون مرشح يتبنونه يعتبرون ينظرون الى انه مضاد سياسي فقط راح يطب جراثيم يرون انهم موجودين في المجلس وانت ان شاء الله لست منهم. فبالتالي تحمل مني ان فكرك انت الى الان شباب، يعني احنا راحت علينا، انت ما شاء الله عليك شباب، تعلم من هذه ولا يعني اماتن لا تغضب لا تغضب لا تغضب زين شكرا بس